مصر النهارده كانت كلمه ليستر سيتي من ضمن الاكثر بحثا خلال الساعات اللي فاتت، وده بعد ما نادي ليستر سيتي تاهل لدور ربع النهائي في دوري ابطال اوروبا، وبعد ما كسب نادي اشبيليه بهدفين نظيفين مساء الامس، رغم ان دي المشاركه الاولى للنادي في تشامبيونز ليج. ليستر سيتي يواصل تحقيق المستحيل.